العام على كرة القدم بنادي الفتح. راح فيك أبو راشد اليوم مباراة بكل تأكيد لا تقبل القسم على اثنين، مباراة خروج المغلوب تتأخرون بهدفين اليوم على أرضكم، ولكن اللي يشوف أنه بين جماهير الاتحاد اليوم غاب جماهير الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أكيد مباراة صعبة فيما يخص الجماهير، والله احنا متوقعين كان جمهورنا يحضر الأمانة، خصوصا الدرجات مفتوحة اليوم. الاتحاد طبعا طبيعي نادي كبير وله تاريخه وجماهيره في كل مكان موجودة، ان شاء الله الأهم داخل الملعب ان احنا نقدم اللي نقدر عليه، وان شاء الله ان احنا نتأهل الى المباراة النهائية رغم صعوبة الموقف ما بيننا تحاول تعوض الهدفين وما بيننا لا تقبل هدف، لان حتصعب مهمة، فان شاء الله ان شاء الله قادرين شادين حيلنا وربي يوفق الاخوان اللاعبين. اليوم عودة يعني ثلاث عناصر، هم البعض منهم شارك لأنه شارك وهو مصاب في المباراة الماضية، اليوم مشاركة يعني تقريبا اكتمال في الصفوف، غياب شادي وغياب كذلك دوريس سالمو، كيف تقيس الأمور؟ هل أنتم فعلا قادرين بالمجموعة الحالية أنكم تتخطون الاتحاد في مباراة اليوم؟ والله ان شاء الله اكيد احنا مبسوطين، رجعت كابتن ربيع ومبارك ومن شارك يمكن دقائق بسيطه في المباراه الماضيه، لكن ما كانوا يعني مستعدين، كانوا لسه راجعين من اصابه وما كانوا حتى ما تمرنوا. اكيد ان عودتهم اليوم تزيد من قوه الفريق. صراحه الوضع اللي تعرضنا له المباراه الماضيه يعني خمس عناصر اساسيه تلعب طوال الموسم تفتقدها في دفعه واحده اكيد انها صعبه، بالاضافه لذلك طبعا مهاجم الفريق اللي هو يمكن واحد من افضل المهاجمين في الموسم هذا على مستوى الدوري اللي هو كابتن دوريس، لكن ان شاء الله البركه في اللي نازلين اليوم شادين حيلنا وما في شيء مستحيل في كره القدم. 2-0 قادرين نجيبها رغم انها قدام فريق كبير ومنتشي في بطوله كاس الملك، قدم عروض جدا قويه، لكن ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. نستطيع نقول ابو راشد ان الفتح يعني خلاص يعني صعبت عليه الامور كثيرا، لياقيا انهك، الاصابات بدات تبين عليه، انه وصل مرحله خلاص اكتفاء؟ والله ما في شيء اسمه اكتفاء، احنا دائما كبير، ولما احنا هدفنا من بدايه كاس الملك بطوله كاس الملك ان احنا نوصل النهائي. وضعيتنا هذا اللي الله قدرنا الحمد لله وضعنا في الموقف هذا، شادين حيلنا. مساله الاصابات طبيعي نهايه الموسم، قدموا الشباب مجهود جدا جدا كبير، ان شاء الله ان احنا نقدر يعني نقدم مستوى حلو اليوم ان شاء الله. انا اكتفيك دائما استاذ احمد الراشد، شكرا لك. تسلم تسلم. كل الشكر للاستاذ احمد الراشد المشرف العام على فريق كره القدم بنادي الفتح. في الجانب الاخر